أخبار اليوم. ربنا يخليك يا رب. اللهم معاك. العمل بيحمل مسرحية حضرتك بتشارك بطولته، بيحمل رسالة إنسانية، ممكن تكلم عنها؟ هي بتتكلم عن حاجتين مهمين قوي، حكاية الروابط الأسرية والخلافات الأسرية اللي بتنعكس على الأبناء، وعن مسألة التعليم، وإن إحنا لازم نسيب أولادنا يتعلموا اللي هم عايزينه، يعملوا اللي هم حابينه عشان يتفوقوا فيه مهما كان اختلافنا أو اتفقنا مع كان اللي هيعملوه، ما دام شيء شريف وشيء مفيد يعملوا اللي هم بيحبوه عشان يتفوقوا، عشان يقدروا يوصلوا الأماكن اللي هيحبوا فيها. احنا شفنا طبعا تجارب شباب وعايده، تكلمنا عن التعاون منهم، حضرتك كفنان كبير كيف بتدعم هذه الشباب بالوقوف على المسرح من خبراتك؟ هو المساله باختصار ان انا بنقل لهم خبرتي، بتقل وقفتهم شويه على المسرح. المنفعه مش احاديه الاتجاه، منفعه متبادله. انا بكسب منهم لغه جديده، لغه زمن انا مش عايشه، احب اتواصل معاه. لغة جيل مختلف عن جيلي أحب أتواصل معاه، عشان أقدر في شغلي بعد كده أتواصل مع الناس اللي طالعة جديد دي كلها، حتى مش بالضرورة في الوسط الفني، في الحياة العادية أقدر أتعامل معهم وأكلمهم بلغة بتاعتهم. هي دي الفكرة. أستاذ أحمد، فكرة الارتجال مش أي حد مدرسة بيجيتها، رغم عليها كبار من الزمرقة النجوم زي حضرتك. إحنا شفنا برضو في فرص حضرتك بترتجلها كتير، بس متى يكون الارتجال غير ملائم وغير مواكب للنص؟ إذا كان الارتجال خارج إطار الفكرة المسرحية، وإذا كان الارتجال خارج إطار الشخصية المسرحية، وإذا كان الارتجال خارج عن الأخلاق والأداب العام، إذا كان بره كل الأشياء اللي أنا قلتها دي، هو ارتجال مفيد للرواية وللعمل المسرحي. لينا أساتذتنا الكبار، الأستاذ مدبولي كان أستاذ في الارتجال، ومن جيلنا أنا بعتقد أن أحمد أهم المرتجلين في الجيل اللي أنا بنتميله، إن لم يكن أهمهم على الإطلاق. نفسي أحمد آدم يعمل رواية هنا في مسرح النهار،